على فحوى بيان حمل عنوان توافق لجنة المسار الدستوري اختتمت الجولة الأولى من المشاورات حول الإطار الدستوري في ليبيا بالقاهرة المسعى الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا وإذ ستتواصل أشغاله عقب عيد الفطر فإن شقه الأول يبرق بمؤشرات الرضا وفق المستشارة ستيفان ويليامز فاللجنة المشكلة من أعضاء عن مجلسي النواب والأعلى للدولة حققت الانجاز في اجتماعها على مدار اسبوع تؤكد ويليامز وبرغم الظروف التي احاطت بانعقاد المشاورات تلك خاصه في اعقاب تمسك مجلس النواب باعلانه الدستوري الثاني عشر ورفضه مبادره القاعده الدستوريه فان حاله الانسداد السياسي التي تلف ليبيا تفرض على مجلس النواب كما المجلس الاعلى تحمل المسؤولية كاملة من اجل تحقيق الحل الشامل تشدد البعثة الاممية. ياتي هذا في وقت يرتقب ان يعقد مجلس الامن الدولي ثلاثاء جلسة مشاورات حول ليبيا قبيل الجلسة الرسمية المنتظرة في الثلاثين من الشهر الجاري التي تبحث مسالة التمديد الرابع لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت لم يفصل بعد في رئاستها التي تظل شاغره منذ استقاله المبعوث الخاص السابق يانكوبيتش وتتضاعف المخاوف في ليبيا من بلوغ الانقسام السياسي الحاصل مراحل حساسه غير محموده العواقب على ضوء ما تخلفه ارتدادات الازمه السياسيه من اثار على اقتصاد البلاد بعد اعلان وقف انتاج وتصدير النفط في عدد من الحقول الى غايه تسليم رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد دبيبه السلطه لرئيس الوزراء المكلف فتح بشغه وهو ما يرفضه دبيبه بيد ان تسليم السلطه حسبه لن يكون الا لحكومه منتخبه كما ينص على ذلك الاتفاق السياسي